خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. تأخرت علي يا يحيى. من معك يا مروى؟ أنا أخو يحيى صخ. ما وقعت سارق إلا من يوم ما عرفتكم. الله أكبر عليك يا سليم. مو تقول أنت مو باقي معنا؟ والله ما فاهم حاجة. مراجح لا تسرعش، القلوب ما قديش نظيفة، السد مغلق ما فتحوش لليوم. ما قدرتش ابيع يا باب. الحين كيف افعل مع صاحبك حميد؟ كل ساعه جالي لا داخل المنحله. غلطتك انك استرفت منها الزراب وحولتها ليحيى. كل شبر في هذا الغرفه عيشد انك السبب في موت ابي. انا شو اصير اخطب لك انا واعزفها لا عندك؟ بيتنا هو بيتك. شوف العيال هؤلاء بيلعبوا ويخططوا في القرية والسبب أنت والمناوري هذا. سمعت أنك عاد تستقبل الرياحنة وتوضع يدك على يدهم وتزوج بنتنا على ابنهم. اللسان يقتل لما الرصاصة تقتل. لكن الفرق ان اللسان يتحكم بها العقل مثل ما الرصاصة يتحكم بها الزناد.
القبيلة يجدونا تعالى ما هنا انت يا عابد بعد كبير كبير. كله بسببك انت من نكسب شغله. اما على وجه حساب عندي ما حد يجي بعد كلام الجهل لهيا قم يا عجل قم جاي. الذي بيننا وبينكم انتهى يا رجل والوش من الوش ابيض. بتمسك يدي يا ولد استحي على نفسك. أنا في مقام أبوك الظاهر يا ابن صفية إني شاربك من جديد. ما بيش أب يوقف أمام ابنه ويدور للمشاكل. لو أنت في مقام أبي صوتك ما تستعر من أمي. ابن صفية كبر كبر يا عم حميد وما عادوش لعبة في يدك. ابن صفية مش أنت مجبر تحبه لكن مجبر تحترمه. ابن صفية عمري ما استعر من أمه لأنه داري إني ضحية مشاكلكم. والله وطلع لك صوت يا ولد. شليتنا لا عند المجاورة يذلونا ويهينوا كرامتنا. لو تفهم بالقبيل الصوت لا تعرف انهم هم اللي هانوا نفسهم ونقصوا من قدرهم. وانا صورتي الليلة هذا جاء لحقك بعد ما ماذا؟ ما حصل؟ ما حصل؟ الجد يا حبيبي معانا مجنون داخل البيت يمه. شلنا لا عند المجاورة واستغل عابد لانه عارف انه اهبل. علو وكيف؟ علوي هذا عمك أنت صغير هو كبير. علوي علوي الله يروح في 60 داهية. حرام عليك يا حبيبي مشتش ولا كلام. هو ابن أخوك يا حبيبي. إذا ما عجبش كلامي تلحقني بعده. يلا نور انجت البنت هذا يا نور نور يا نور يا نور يا نور نور يا نور نور يا نور نور يا نور نور
أبا نور 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 حبيبي نور، وين أنتي؟ أنتي بخير؟ أنا قلت لك تروحي قبل المغرب. يا أبا أنا كنت بذاكر غمض عيني وأتحسد نفسي ورقت. خلاص من اليوم ما عبش خرجة من البيت، حتى المدرسة ما عب السيرة. هي هي الغلطة مش غلطتها، الغلطة غلطتك أنت وأمها اللي حملتوا البنت فوق طاقتها. البنت عادي طفلة شي تلعب وتتعلم، حرمتوها أقل حقوقها عشان تتحمل مسؤولياتكم أنتو. هي لو كنت اشتريت من هذه حق هذه الأيام التلفونات، تصويره فظيع في بحاجة حلوة. فظيع حاجة حلوة؟ أنا ما اشتريت تلفون علشان الحاجة الحلوة، اشتريت تلفون ألوه بس تواصل به مع أصحابي. كثرة القرون ما تعجبناش. ما شاي؟ أنا مش قلت لك تقومي غسلي يديك بالماء والصابون قبل وبعد ما تغيري للبنت. بعدين كوليرا، كوليرا حرام ما ترحم. وبعدين معك الكورونا هذا اللي قال جديد، حرام ما تشتغل حسك فلاحس. ما يقل نسيتو. ما تكونش تنساي، الكراس على الفاضي. هي قومي قومي غسلي. نسيتو. من هذا؟ أيوة هذا من اللي قال الساعة. غسان غسان يا غسان، ها روحني البيت، أنا تعب وبردان، أشتي علاجي، أشتي بيتي أرتاح فيه. يا بان أديتك لهانة، لأنه البيت حقنا مراقب. تشتي تموت أبوك يا غسان؟ يا بالله يرضى عليك، لا تقولش مثل هذا الكلام. الله يرضى عليك يا ولدي، روحني بيتي عزني من الذل والمهانة. طيب أنا تقول لي ما هو اللي أنت تحتاج؟ أشتي علاجي، أنا مريض. حاضر، لما أخرج من هنا عاد أسير البيت أدي لك علاجك واللي نفسك فيه. فهمني ولا تزيدها علي، أنا مش حق البهذلة. ولا أنا يا أبا، أنا لو رجعت البيت يمكن يعدموني. أنا ما أناش خايف على نفسي، لا أنا خايف عليك أنت يا أبا. كنت رحمت شيبتي وضعفي وتجنبت المشاكل من البداية. سامحني يا أبا، والله ما كنت أشتك تتعذب معي بهذا الشهق. سامحني يا أبا أرجوك. فقدت ناس كثير كنت أحبهم، لكن ما اقترتش عليهم مثل ما اقترت على يحيى. كنا اخوة اصدقاء، بالرغم ان احلامنا وافكارنا كانت متباعدة،
لكن كانت تجمعنا على شجرة كل ليلة. حتى أن القصيد غاب عن رأسي بعد ما غاب يحيى. معك حق أنك تزعل. إذا كنت أنا انقهرت وتعبت وانكسرت بعده، رغم أنني ما التقيت به إلا مرات قليلة، بالك أنت اللي جلست أنت وياه زمن أنتوا مع بعض. جلست مع يحيى؟ أي يحيى؟ ومتى؟ يحيى عمري ما كلمني بهذا الموضوع. مش عارف ليش ما كلمكش، سأعتقد أنه ما لقاش فرصة يكلمك. مستحيل، يحيى عمري ما خبى علي أي شيء، حتى هو بيموت كان معي، كان بيكلمني في التلفون. ذكرت صاحبي، ما نش داري ما أقول لك. تخيل إنك ترقد العشي وتقوم الصبح ومنك ذني. كان بيحاول يفهمني بطريقته، لأنه كان داري إنني كنت بين أتوتر من الأوضاع. الله يرحمه. الله يرحمه. كان يتصرف ببساطة وعقل وحكمة. حميد، ما قد بين معك يا حميد. كبير الرياحنا ساكت على غلط المجاورة، أهانونا قدامه وما حرك ساكن ولا أمر بفعل أي شيء. أنا لما سكت يا حميد سكت حفاظا على أرواح الجميع، ما يعنيش هذا أني راضي على غلطتهم، ولما تصرف شتصرف بعقل، مش مثلك بها مجية وأزيد من المشكلة. ومن أي حين بتعرف تتصرف يا حاج مقدام؟ طول عمري أنا اللي كلمتي بتمشي، ومن زمان تماديت كثير يا حميد، وأنا كنت بين أتصرف معك بعقل، والظاهر أنه ما ينفعش معك الأكل. أنا كلمتي اللي لا تمشي وفوقك. يا رجال غلقوا الباب. وانت يا حميد والله لو خرجت من باب القرية ما ترجع لها. راوية ما بفعل اشتي، ما لي شيء انت داري مش هتموتي انت وبنش؟ ما قالش تفعلي هكذا. ما حد قال لي اضحكي، ما قالش تفعلي هكذا. قالت خاله ما حاسب لك مش حمل ثقيل علشان اللي في بطني ما ينزلش. وانت طبقتي النصيحه بالمقلوب. نص بنات القرية خواتي من الرضاعة، لكن انتي مش بس اختي، انتي بنتي، امي اللي انحرمت منها، انتي صديقتي يا راوية، واشتيش بسرش تتعدى بي ابدا.
ليتني صدقتك وما تزوجت، ولكن بيحصل هذا كله. يا اختي انا ما كنت معارض ان انت تتزوجي، بس انت صغيره. لكن انا هبله وما صدقتك وما سمعت كلام اخي. سالي يا اختي، هذا نصيبش ولازم تعيشي هذا كله. كنت اشتي افهمش قبل الزواج ان انت عاد تفرحي بالفستان الابيض بالحفله وبالعريس، ما عاد تفكريش النبع عواقب والنبع خطر يواجه حياتك وصحتك، لان الزواج طبيعي يا اختي للسن معين، لكن حصل خير. اهم شيء الان تهتمي بصحتك، تمام؟ يا سلام، اختي الصغيره عاد قام وعلى وجهي قاع. انت داري ان ابنك زعلان منك لانك كنت تشتي تموتي ويشتي يخرج للدنيا يبصر امه ويبصر خاله. بديت اختي وابن اختي اللي اطلع يشبه خاله. أنا تعودت الصبح ما تخرج أم حميد من البيت إلا وقد قيمت الدنيا قيامة وهي بتقومني. قوم يا حمي، قوم يا حمي. وشم القهوة حقها سبحان الله العظيم يوصل لبيت الحاج مقدام. راعيت أي حين أم حميد أتذكر أن معاها بيت ومعاها ابن. أنا ما بش معي لا بيت ولا ولد ولا معيشة في هذه الدنيا. الله المستعان. أم حميد زعلها زعل قوي وزعلها غالي علي. أنا زعل عليك أنت يا ولدي، ولا عد خليت أحد في بيتك، لا ولدك ولا أولاد أخو حتى أمك. قلت لي اخرجي اخرجي من بيتي. يما الله يحفظك، لا تزعليش مني، أنا ابني تعبني قوي طرت ومعي المجنون الثاني هذا المتعلم حقنا جنن بي. أنت قاسي قاسي يا ولدي، حتى قاسي على أمك. خلص دالحين ما عليش من هذا الموضوع، غلقي موضوع حلوي ووليد هذا. أنا ماش رجع معك البيت إلا ومعي علو. ابن صفية هذا بالذات ما عاد الشيء أبصر له صورة. كان خلاص صرت أقول لك على أم وعلى ولد. خاطرش أنا مراعيش في البيت. الله يهديك يا ولدي، ظلمت نفسك وظلمت أنا معك. Thank you.
سلاحك يا غسان. يا خاين يا حقيش. الو راجح، وينك؟ طمني عليك. طيب وينك انت؟ ري حتى الضابط جاي يسأل عليك، ما ادري ما يشتي. يا اخي انا راضح تبس، لكن اقل حاجه ادوني تلفوني اتفاهم معه. ما هكا والله ان انا شكنا السر ما نقدرني ضابح. ايه انت هكذا، يا يحققوا معانا يا يعاقبونا، اما هكذا ما ينفعش. وانا راضي السجن وما تكونوش معي، الجلسه وحدي احوال من اصواتكم. غسان وين كنت مختفي؟ اخيرا اكتملت الشنه، ناقصنا ود. لا خلاص نكنس الوليد، ما عليك. صح انك بذلت مجهود في القبض على غسان ومنعه، بس هذا الشيء ما عشفع لك شيء عندي، لانك شاركت غسان في بعض اخطاء وجرائم. اين صخر؟ صخر في القريه. صخر بيتهرب من اخطائه بذكاء، بس عيجي الخطا الذي يوقع امامي وامسكه. امسك، هذا اخر مهم لك. كيف تشيني ادور بعد هذا يا فندم؟ تصرف. يا عسكري ايش اشوف ابي؟ ابي واحد ما فيش احد عنده، وهو معتمد علي، معتمد علي اجيب له العلاج. يا عسكري لو سمحتوا سيروا بسرور، هو خارج المدينه عند المحطه. ابي حيموت، ابي حيموت. جابر، افتح يا جابر افتح. منو هذا؟ انت بني ادم ولا تعقل؟ خير يا حميد؟ ارقد يا جابر، اشبع نوم. انت ما عاد تحس الا وحبيب فوق راسك بيذبحك بدم بارد. ايش حصل؟ المجاوره قتلوا ناصر المناوري واحرقوا بيت اخوك راجح بكل ما فيه. وين راجح ذا الحين؟ احمد الله ان اخوك راجح حرب واسلم جلده، ولا كان مسكه حبيبه وقتله وقطعه. طيب ودحين كيف؟ ولا شيء. انا جيت اساعدك واحميك من المجاوره. ايوه خرجني من هنا. ولا يهمك، كل شيء جاهز وانا جاهز مستعد بكل شيء. ما عاد عليك الا توقع وتبصم بس. اوقع وابصم على ايش؟ تبي علي كل شيء. حميد لا تستغل ظرفي. اسمع من المجابرة زايدة افهمني، انت الحين لو وقعت وبصمت انت حتروح، وكما رجعت حقك محفوظ، كل شيء موجود وان شاء الله. قال افهمني ذا الحين، الجماعة لو ما يثمنوا بيتك وثمنوا الارض هم يحسبوها ديال صابر. وانا ما دخلي. داخلك ان اخوك راجح، افهم الكلام. اخوك راجح فلتك وهرب بعد ما باع كل شيء لناصر، بتفهم. الله يسامحك يا راجح. الحين ولا حاجه، انت وقع وابصم. انا قد كلمت لك زيد يخرجك لخارج القريه قبل الفجر. سواء. أصبحت. أيوة أحمر عين. خ
خدعتني يا حميد، استغليت خوفي وضعفي وشليت ما فوقي وما تحتي. أنا ما استغليت أحد يا جابر، أنا حميتك. لو كنت خرجت ليلتها أنهم قتلوك مثل ما قتلوا ناصر وحرقوا بيت أخوك راجح. كل رياحنا تذكر أننا وقفت باب القرية 3 أيام بلياليها ما ذقت طعم النوم، وحميت كل واحد فيهم. ما هذا الحق يوقع؟ ما حد حرس القرية وبهلها وحماها إلا حميد. وليش هذا كله يا أبا؟ لأن حبيب والمجاورة جننوا وقتها، كانوا يشتوي صفوا كل الرياحنا بعد صابر وناصر. الله لا يعيدها من الأيام، كل الجبائر وقفت ضدنا وطلبوا مننا نسلم لهم راجح حي أو ميت. لحظة لحظة يا حج مقدام، يحيى الله يرحمك كان دائما يشكر في راجح، وكان يقول أنه بريء وكان متأكد من براءته. ومن متى يحيى كان يعرف راجح؟ حتى أنه كان يعرف العم جابر وكان يزوره دائما. لحظة لحظة يا ولدي، وانت عارف بكل هذا الخبر وساكت؟ أصلا العم جابر ما كلمناش من هو إلا بعد فترة. كان يحيى يزورني كل ليلة متخفي متلثم، ما يشتيش حد يعرف. وانتو كنتوا بتظنوا أنه يحيى هو سارق رحمة الله عليه؟ يعني التهمة ليحيى والغنيمة الوليد. الله يرحمك يا يحيى، كان يسأل عني ويتفاقدني، وإذا حصل أي ظرف يرسل لي علوي. وما فقدنا يحيى إلا بعد ما مات، شباب يرفعوا الرأس ويرزحوا الظهر. قسموا ظهرك نصين، ولو كان المجاورة عرفوا وين مكان راجح وقتلوا ما كان عيوقع. شوية شباب غاوي يتصرفوا من رأسهم، ولا كان المفروض يرجعوا لأكبار القرية؟ شكرا لك يا علوي أنك رجعت جابر لقريته ولأهله ولناسه. كلهم ما تركوني، الله يحفظهم. حتى صخر في الفترة الأخيرة زارني. ما قد لقيت أخوك راجح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من؟ طول ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متطرقين حتى من الفرحة نخاف. عمر الخلاص مكان بارد ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا علام رضا أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. علام رضا أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب،
نفتح طريقه.